المهجنات الأصايل ينطلق هذا الشوط بحفظ من الله وتوفيق. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام نتابع الصدارة، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة ونعطيكم الوصف التفصيلي فيما يدور من تنافس وتحدي وإثارة بداية هذا الانطلاق والتحديات الحاضرة والاندفاع التلقائي الحاضر دائما مع الأمتار الأولى الشاهينية اللي قادت المجموعة بشعار هجن زعبيل. راشد بن محمد بن مروشد من يتابع الشاهينية وهي تنطلق وتندفع بناموس هذا الشوط منذ البداية تليها حرير مع المركز الثاني لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن رايد المكتوم السعيد بن عبيد الحميري من يتابع حرير مع المركز الثاني والثالث. الانطلاقات النود من الجانب الآخر للصاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود راشد بن حمد بن حلفان من يقدم النود مع المركز الثالث. رابع الانطلاقات، رابع التحديات، نتابع شباب مع المركز الرابع لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم وانطلاقة حمد بن علي العويسي. ومع المركز الخامس تصل أفراح بشعار سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن رايد المكتوم طارش بن مبارك بالقوبع من يعلن تقدم أفراح مع المركز الخامس. سادسا من الجانب الآخر ومن الزاوية الأخرى الذيب لسمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم السهيل بن مبارك بن مرخان يقدم الذيب مع المركز السادس. المركز السابع والثامن تاتي الشاهينية والشاهينية الأخرى الثنتين بشعار هجن العاصفة ومتابعة غياض الهلالي. ومع المركز التاسع التقدم للشاهينية بشعار هجن ند الشبه سالم بن سعيد من يقودها بهذا الانطلاق وبهذا التقدم. ومع المركز العاشر، المركز العاشر تاتي معز بشعار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن رايد المكتوم وانطلاقة المتحدي سالم بن سعيد بن منانه من يتابع معزه مع المركز العاشر. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر المراكز المتقدمه في اول ندى باول تحديات هذا الشوط. ولكن لنا عوده، لنا عوده مع الصداره والبدايه والمقدمه ومع الكادر، مع الكادر العلوي لقناه دبي ريسينج حيث التحديات الحاضره في هذا المساء الجميل. الصداره والمقدمه والشاهينيه، الشاهينيه اللي قادت المجموعه بشعار هجن العاصفة يقدمها غياض الهلالي تنطلق تندفع بناموس هذا الشوط تليها مع المركز الثاني. مع المركز الثاني أيضا الشاهينية الأخرى الثنتين الثنتين بشعار هجن العاصفة وغياث الهلالي يحكم القبضة على مجريات هذا الشوط منذ البداية مع الكوكبة الثنائية بشعار هجن العاصفة ومتابعة غياث الهلالي. بينما إذ انطلقنا مع المركز الثالث بأرى النود ما خدت لها أيضا زاوية واتجاه بهذا الانطلاق الجميل والرائع وشعار صاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود ومتابعة راشد بن حمد بن حلفان المري. الشاهينية الأخرى مع المركز الرابع بشعار هجن زعبيل راشد بن محمد بن مروشد يعلن هذا الانطلاق وهذا التقدم على مستوى المركز الرابع. نتابع المركز الخامس، نتابع الاسم القادم في هذه اللحظات والشاهينية بشعار هجن ند الشبه سالم بن سعيد متابعا لهذا الانطلاق. بينما انطلقنا مع المركز السادس بأراء الشاهينية لهجن ند الشبه سالم بن سعيد يقوده بهذا الاندفاع وبهذا التقدم. ومع المركز السابع تسهل معزة بشعار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم وانطلاقة المتحدي سالم بن سعيد بن منانه. بينما انطلقنا مع المركز الثامن من الجانب الآخر
بأراء التحديات أيضا مع شباب لسمو الشيخ حمد أبراد المكتوم، وانطلاقة حمد بن علي العويسي مضمر الخمس نجوم ينطلق بهذا الانطلاق اللي تقدمه شباب، ومع المركز التاسع تأتي أيضا الشاهينية التابعة لهجن العاصفة يقودها غياث الهلالي، عاشر الانطلاقات الحذرة لسمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل الهيان، عامر بن محمد بن عبيد المزروعي في عملية التضمير والمتابعة. أكملنا الإدانة الثاني، أكملنا الإدانة الثاني وجولتنا الثانية مع العشر الأسامي المذاعة والمنطلقة والمندفعة بناموس هذا الشوط، ولكن لنا عودة مع الصدارة، نتابع بداية هذا الشوط. وأرى هناك أيضا الصراع ثنائي والكوكبة ثنائية بالشعار هجن العاصفة مع هذا الانطلاق المتميز. غادرنا لوحة الأربعة كيلومترات، انتصفنا المسافة، بدينا مع العد التنازلي لمجريات هذا الشوط، والأمتار اللي بدت تتناقص أيضا مترا تلو الآخر في هذا الرقص المسائي الجميل والرائع والشاهينية على رأس الحربة منذ البداية. يأتي أيضا الدعم والتعزيز للصدارة مع الشاهينية الأخرى، الثنتين بشعار هجن العاصفة، ومتابعة غياث الهلالي. من يتابع هذا الانطلاق؟ النود مع المركز الثالث لصاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود القادمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة، يقودها بهذا الانطلاق وفي عملية تضميرها وتدريبها راشد بن حمد من حلفان المري. الشاهينية مع المركز الرابع شعار هجن زعبيل، ومتابعة المتألق راشد بن محمد بن مروشد، ومع المركز الخامس تصل الشاهينية لهجن ند الشبه سالم بن سعيد من يعلن هذا الانطلاق. بينما إذا انطلقنا مع المركز السادس، تأتي معزة بشعار سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم، والمتحدي سالم بن سعيد بن منانة. من يتابع تقدم معزة مع المركز السادس. المركز السابع من الجانب الآخر الشاهينية تابعة لهجن ند الشبه سالم بن سعيد في عملية تضميرها وتدريبها، ومع المركز الثامن تصل شباب مع المركز الثامن بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، ومتابعة حمد بن علي العويسي. ومع المركز التاسع تصل في هذه اللحظات أيضا الشاهينية التابعة لهجن العاصفة، ومتابعة غياث الهلالي. ومع المركز العاشر التقدم والتسلل مع الحذرة لسمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد آل الهيان، عامر بن محمد بن عبيد المزروعي من يقدم هذا الاسم على مستوى المركز العاشر. هذه النتيجة للمراكز المتقدمة، ولكن لنا عودة مع الصدارة مع سكان مقدمة هذا الشوط. وأرى هناك الكوكبة الثنائية، الصراع الثنائي على المقدمة والواضح والباين منذ البداية. شعار هجن العاصفة ينطلق بتحديات هذا الشوط مع هذا الانطلاق الواضح، وشعار هجن العاصفة ومتابعة غياث الهلالي. من يقدم هذه الأسامي العملاقة؟ المركز الثالث تصل أيضا المجموعة القادمة بهذا التحدي، والشاهينية مع المركز الثالث لهجن ند الشبه سالم بسعيد في عملية التضمير والتدريب، والشاهينية أيضا بشعار هجن زعبيل. مع المركز الرابع المتألق راشد بن محمد بن مروشد، من يتابع الشاهينية مع المركز الرابع. خامس الانطلاقات، خامس التحديات، أرهني النود لصاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، ومتابعة راشد بن حمد بن حلفان.
من يتابع ايضا تحديات النود مع المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام، وندانا ايضا للخمس المراكز المتقدمه. بدت الاسامي تقترب من بعضها البعض في هذا التحدي وبهذا الانطلاق، والشاهينيه تسيطر على المقدمه منذ البدايه، تليها مع المركز الثاني ايضا الشاهينيه الثنتين بشعار هجن العاصمه ومتابعة اياد الهلالي، ولكن الشاهينية بدأت تنضم في هذه اللحظات مع المراكز المتقدمة، شعار هجن زعبيل ومتابعة راشد بن محمد بن مروشل في متابعة التضمير والانطلاق مع المركز الثالث. المركز الرابع تاتي النود بشعار صاحب السمو الملك الامير عبد العزيز بن سعود بن نايف ال سعود وراشد بن حمد من حلفان. من يتابع هذا الانطلاق، لوحة الألف والميتين غادرناها، لوحة الإعلان، لوحة التذكير، والشاهينية بدت تباعد بير الشوط. هذا الانطلاق الواضح وبهذا التحدي، ولكن الشاهينية مع المركز الثاني تصل ايضا بقمة التحدي والاثارة، وشعار هجن زعبيل مع المركز الثاني راشد بن محمد بن مروشد في عملية التضمير والتدريب. المركز الثالث الشاهينية لهجن العاصفة، المركز الرابع الشاهينية لهجن ند الشبة، المركز الخامس تاتي ايضا مع هذا الانطلاق الحذرة مع المركز خامس لسمو شيخ خزاع بن سلطان بن زايد آل الهيان، ومتابعته وانطلاقة عامر بن محمد بن عبيد المزروعي، ولكن الشاهينية باعدت المسافة، يرت الشوط انطلقت بناموس هذا الشوط وعلى الصدارة مع الكادر الأول. نتابع الشاهينية بالشعار هجن العاصفة، قفرت على مجريات هذا الشوط، مبكرا قامت راس وانهت الشوط راس. تهانينا لهجن العاصفة ولمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على هذا الانطلاق وعلى هذا الاندفاع المتميز والانفراد الواضح. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا لمحبي هذا الشعار، عشاق هجن العاصفة ولحظات الوصول إلى خط النهاية. تهانينا موصولة لغياث الهلالي ولحظات وصول الشاهينية إلى خط النهاية بدون أي منافس على الإطلاق. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا لغياث الهلالي، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني تاتي ايضا بشعار سمو الشيخ احمد بن محمد بن رايد المكتوم، اللي هي شبابه عفوا، مع المركز الثاني سمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم، المركز الثالث لهجن ند الشبه، المركز الرابع لهجن العاصفه، المركز الخامس لسمو الشيخ احمد بن محمد بن رايد المكتوم، اللي هي معزه بقياده المتحدي سالم بن سعيد بن منانه. هذه النتيجه للخمس المراكز المتقدمه. لنعود مع التوقيت الزمني ولحظات وصول الشاهينيه الى خط النهايه، تبقى مسافه 8 كيلومترات في فتره زمنيه مقدارها 12 دقيقة. بالتأكيد تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا لغياث الهلالي 41 ثانية 7 أجزاء من الثانية، تهانينا أيضا لغياث الهلالي وإلى المضمر، أيضا مضمر الشاهينية من قادها بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع الجميل، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني. هذه لحظات وصول مشاهدينا متابعينا الكرام، تاتي ايضا 12 دقيقه 50 ثانيه 7 اجزاء من الثانيه بشعار سمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم اللي هي شبابه. تهانينا لحمد بن علي العويسي، 12 دقيقه 51 ثانيه 4 اجزاء من الثانيه هو توقيت الشاهينيه. تهانينا لهجن ند الشباب، تهانينا لسالم بن سعيد مع هذا الانطلاق والاندفاع المتميز. التواصل